صباح الخير يا أصحابي، النهاردة هنتعرف على صاحب جديد من حروف اللغة العربية وهو حرف التاء. حرف التاء هنتعرف على اسمه، صوته، شكله، كلماته وطريقة كتابته. تعالوا نشوف يا أصحابي مع بعض صاحبنا حرف التاء. اتفقنا إن اسمه حرف التاء، صوته ت، صوته ت. تعالوا يا أصحابي نشوف مع بعض شكل حرف التاء. شكل حرف التاء وهو منفصل، سنة صغيرة فوق السطر، امشي بيها على السطر واطلع تاني، وفوق راسه نقطتين. طيب ده حرف التاء وهو منفصل. شكل حرف التاء يا أصحابي وهو متصل، في وسط الكلمة، سنة صغيرة فوق السطر، أمشي بيها على السطر، وما ننساش حرف التاء فوق راسه نقطتين. تعالوا يا أصحابي نشوف مع بعض كلمات حرف التاء. تاء، تاج. تاء، تمساح. تاء، تين. تاء، تفاح. تاء، توت. اتفقنا يا أصحابي إن الأصوات القصيرة بتيجي تلعب مع الحروف وبتغير أصواتها. معانا تاء فتحة تاء، تاء كسرة تي، تاء ضمة تو، تاء سكون ت. تعالوا يا أصحابي نتعرف على كلمات حرف التاء. تاء، تاء، تاج. التاج الملك اللي بيحطه وبيلبسه على راسه. معانا يا أصحابي كلمة تاء، تي، تمساح. التمساح من الزواحف. كمان يا أصحابي معانا كلمة تاء، تي، تين. التين من الفواكه وفوائدها كتير. كمان يا أصحابي معانا كلمة تاء، تو، تفاحة. التفاحة من الفواكه وربنا خلقها ليها ألوان كتير، أحمر وأصفر وأخضر. معانا يا أصحابي كلمة تاء، تو، توت. كمان التوت من الفواكه. دلوقتي يا أصحابي زي ما اتفقنا حرف التاء شكله ايه؟ حرف التاء سنة صغيرة فوق السطر، امشي بيها على السطر واطلع تاني. حرف التاء زي ما اتفقنا فوق راسه نقطتين. تعالوا يا أصحابي نراجع مع بعض على حرف التاء. اسمه حرف التاء، صوته ت، كلماته تاء، تاء، تاج. تاء، تو، تفاحة. تاء، تي، تمساح. تاء، تي، تين. تاء، تو، توت. نتقابل في حرف تاني جديد. مع السلامة.